العثمانيين في ثرومبيل. في فبراير 1824 استنجد السلطان بالوالي الفذ محمد علي، واتفق على خروج إبراهيم باشا على رأس حملة لليونان. وبجيش عظيم يوازي في معداته وأفراده أرقى جيوش أوروبا، مع أناقة ملابس أفراده التي نسجت من القطن المصري، قصد إبراهيم سواحل الأناضول أولاً، والتقى خسرو باشا العثماني الذي وافق على خطة إبراهيم لمداهمة الفناريين، وخاصة بعد سقوط جزيرة كريت منذ عامين. بدأ إبراهيم بالهجوم على جزيرة بيسارا فحاصرها وقتل قائدها اليوناني كاناريس، ثم توالت انتصاراته بجزيرتي ساموس وسفكتريا. وعندما لاحت في الأفق جزيرتي أزرا وسبتس اللتين يقودهما مياوليس، الذي حاول إفشال انضمام أسطول إبراهيم لأسطول قبطان باشا، وحاربه الفناريون بسلاحهم الفتاك والذي سبق أن هزموا به العثمانيين من قبل، وهو الحراقات. وقد هزمها إبراهيم بمنهاج علمي يجعلها لا تصل إلا لمستوى سطح البحر فقط، دون أن تحرق أي من جنوده أو عتاده. وهكذا انتصر إبراهيم وأطل على نافارين. وتعد نافارين من أفضل ثغور أوروبا الطبيعية، فهي خليج نصف دائري في الجنوب نافارين الجديدة، وفي الشمال نافارين القديمة، ومن ناحية البحر تحده جزيرة سفكتريا. في مايو 1824 أعلنت اليونان خدعة اسمها الأمان العام، بمعنى عدم الاستعداد لأي حرب. أعادت قاطع الطريق القائد كولوكترونيس الذي حاول إغلاق جميع الممرات المؤدية لمقاطعة داريا بحفر خنادق على حافتي ديرفند. وعلى مدى 3 أيام